11 دقيقة على راديو ميد، مازلنا مواصلين معكم في غورالي. مختلنا نحكيو على موضوع يهم التوانسة، العائلات الشباب. نحكيو اليوم على العرس في تونس مع تأخر سن الزواج اللي أصبح واضح مع التغيرات اللي سايرة في المجتمع من حيث الأفكار، من حيث المسار الدراسي والمهني للشباب. فما اللي يشوف اللي هو مازال ماهوش مستعد للزواج، فما اللي يكون يقول أنا مازلت مانيش مهيأ أنه نتحمل المسؤولية، بالتالي مرحلة العزوبية تكون أطول، تكون فيها استقلالية أكثر حتى لين الشاب والفتاة يقرروا الارتباط الرسمي. فما راي آخر يقول زادا اللي الزواج في تونس لازم إمكانيات مادية، لازم تحضير كبير من طرف العائلات يمتد على سنوات، سيرتو مع الطلبات اللي تنحصر على شراء عديد المستلزمات، منها الكماليات ومنها الضروريات واتباع العادات والتقاليد لكل عائلة. دونك لانا يلقى الشاب روحه أمام وضعية تخلي عنده فكرة أنه استحالة أنه يرتبط في الوقت الحاضر. فما اللي يشوف اللي توا نظرة العائلات تغيرت، تبدلت، أصبحت تتعاون أولادها على العرس. أبريتو يقول لك الفايدة في الهناء، وفما حاجات يتنازلوا عليها وتكون بعد العرس وتكون باتفاق ما بين اللي كوبل في فترة الخطوبة. فما اللي يشوف زادة اللي فما شباب رافض تماما فكرة العرس لعديد الأسباب، منها المهنية، منها الاستقلالية الذاتية، ومنها أمور أخرى نتسألوا فيها معكم أنتم. توصلوا تجاربكم وتفاعلكم على 72 328 500، تخليوا لي ميساج لي كومنتير متاعكم، تفرجوا فينا زادة لايف على الباش فيسبوك راديو ميد تونسي والباش برنامج أغورا باي راديو ميد. من توا حتى الخمسة متاع العشية حضر معنا سي عماد الغرايري، مختص في علم النفس السريري والتطبيقي. مرحبا سي عماد. مرحبا، شكرا. قبل ما نحكيو على العرس والحاجيات العرس، خلنا نبداو على العزوبيه. تحسها توالت في تونس فتره العزوبيه؟ اي توالت، مش كما قبل. اكيد مش كما قبل. علاش؟ بحكم برشا عوامل، منها العوامل الدراسيه هي قبل كل شيء. تشوف عجل اللي يخرجوا من الدراسه في سن مبكره، في ساعه ما يخدموا، في ساعه ما يكونوا رواحهم وينجموا يتزوجوا على بكري في العمر 20 25 سنه، 28 سنة، يكونوا ديجا عملوا عائلة. بالنسبة لي يواصل القراية حتى للمستوى الجامعي، والمشكلة أنه خاصة إذا كان كمل القراية وصل الماستير وكمل الماستير وقعد يستنى في خدمة، يستنى في خدمة، ينجم يفوت 28 29 30، هو مازال يلوش في خدمة. دونك هذا بالضروري مش يخليها معناه يتأخر سن الدراسة. والعزوبيه هذه تنجم زاده تطويل، زاده حتى انه زاده يخدم تطويل، معناتها وكانه فما نظره اخرى للفتره نتاع العزوبيه في الوقت، في الوقت في وقتنا توا، وكانه طويلت، وكانه الانسان ولد عنده استقلاليه ذاتيه اكثر، ولد عنده فما طموحات اكثر. يقول لك اذا انا باش نعرف نجم برشا حاجات تنقص. دونك هنا نوليو نحكيو على برشا عوامل تتدخل في تاخر سن الزواج او حتى العزوف على الزواج، منها عوامل تربوية، منها عوامل ذاتية، منها عوامل ثقافية واجتماعية، ومنها عوامل اقتصادية. إذا كان نحبوا نحكي فيها لمحالة نجموا نطولوا شوي. العوامل التربوية قبل ما نحكيوا على العوامل الدراسية، فما نظرة قاعدين نشوفوا فيها تويكا اللي هي علاقة الأم بالبو وعلاقة البو بالأم، معناها التمثل اللي يحصل للإنسان أو للشاب أو الشابة من خلال لفكرة الزواج، كيفاش عاش هو ديجا قبل ما يفكر في انه يتزوج. اش معناته؟ معناها اسك الام والبو نتاعو كانوا ناجحين في حياتهم الزوجيه في تربيتهم الابناء ولا لا؟ كانوا متهنين ولا لا؟ فما مشاكل ولا لا؟ فما صراع ولا لا؟ فما طلاق ولا لا؟ دونك العوامل هذه الكل تخلي الانسان يتاثر، يقول لك انا ما نعرش ونجيب صغار ونعذبهم في جرتي. هذا اسم العرس ما يعترفش به. التجربة زادة تكون تجربة متاعه ناجحة بارابول مثلا إذا تجربته مبو فشلة معناتها. لا، في أغلبية الأحيان الحالات، على الأقل نحكي على الحالات اللي أنا نعرفهم، في أغلبية الأحيان الأطفال اللي عاشوا مآسي، مانيش نقول عملية الطلاق ناجحة ولا مانيش ناجحة، فما اللي يطلقوا ناجحين بالطبيعة، لكن فما اللي ما يطلقوش يقضوا طول عمرهم في صراع ويخليوا تمثلات سيئة للأطفال وتجربة سيئة من خلال الصراع اللي عايشه، من خلال العنف، من خلال العنف المادي أو اللفظي. هذا كل يخلي الإنسان عنده تمثلات سلبية على العرس. فبذلك يقول لك أنا ما نعرفش باش ما نجيبش صغار نعذبهم ولا يصير كما صار لي أنا. واضح. هذه مثلا عوامل تربوية.
بالنسبه للعوامل الذاتيه قلنا الدراسه تاخر سن الدراسه، العوامل الثقافيه تغير نظره المجتمع للعرس. كي نقولوا المجتمع ما نجموش نعمه، لكن في اغلبيه الحالات شنو اللي قاعدين نشوفوا تويكا، المجتمع التونسي، نحكي على المجتمع التونسي، تفتح على الثقافات الاخرى، ثقافات اخرى. احنا عندنا مجتمعنا وعندنا ديننا وعندنا ثقافتنا، العلاقات الزوجيه تتم في اطار الزواج في اطار شرعي وهذا الكل، لكن الانسان وقت اللي يخرج ويتفتح ويتعامل مع الناس الاخرين، النظره هذه بدات تتبدل وبدات تتغير، والانسان الشباب تويكا ولو يعيشوا الحياة الجنسية خارج إطار الزواج، وهذا مؤكد جدا بحكم أنه نشوفوا عدد الأطفال المنجبين معناها في إطار غير إطار الزواج تكثر بعدد كبير جدا، والفئة متاعهم ما عندهاش علاقة بالمستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الدراسي، هما أطفال جايين من شباب مختلف الأعمار ومختلف المستويات، ما عندهاش علاقة بالوعي، ما عندهاش علاقة بالدراسة، ما عندهاش علاقة بالثقافة. معناها الأطفال هذوما كما قلنا من مستويات مختلفة، على مستوى علمي وعلى مستوى الاجتماعي. علاش نحكي هكا؟ خاطر انا جو في بارتي دو لاسوسيسيون دو لا فوا دو لونفون، عندنا كوتيديانمون 16 13 14 صغير معناها معناها موجودين في المركز نتاع جمعيه صوت الطفل، اللي هما اطفال منجبين في خارج اطار الزواج، واللي في بعض الاحيان البو والام ما في بالوش، معناها ليتيديونت تجيب الصغير هذايا وهي تقرا وهي وامها بوها في بالوش، نجم الانسان يخرج حتى خارج البلده اللي عايش فيها ويخدم ويعيش علاقات هذوما خارج اطار الزواج. دونك التمثل والنظره العرس ولا يلبي الحاجه هذه، مانيش نقول ما عادش موجوده، مي الانسان ولا يلبيها في خارج اطار الزواج. مش تقول لي علاش؟ فمن اللي يقول لك انا غير قادر اقتصاديا اني نحل دار ونقوم بعائله، دونك نجمش يتحمل المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه على المستوى المادي ولا على مستوى النضج، ما غير قادر اني يسونجاج معناها في علاقه واحده مع امراه واحده في دار واحده، يكون له بصغار اكسيتيرا. اذا كان نحكيو من ناحيه النضج العاطفي والنضج العقلي، نفس الشيء بالنسبه للبنات بدرجه اقل، لكن هذا نحكي خاصه بالنسبه للاولاد. دونك من ناحيه النضج العاطفي والنفسي والذهني، ومن ناحيه القدره الماديه معناها على المستوى الاقتصادي، هنا نحكيو على المستوى الاقتصادي. دونك كل العوامل هذه كل تاخر سن الزواج او تخلي الشباب عازف عن الزواج. واضح. حسب رايكم انه الشباب رافض الفكره الزواج، ام انه فما حاجات تخلي الشباب يلقى صعوبه باش يعرض؟ دونك 72 30